يوه انا جعان قوي، كفايه بقى الاكل ريحته حلوه قوي. يوه 2000 لايك بس على الصوره بتاعتي، اكيد اللبس بتاعي مش عاجبهم، انا لازم اشتري لبس اغلى بعد كده. انت غبي، قلت لك بيع بسرعه، انت كده خسرتنا 2 مليون جنيه، انا هحاسبك على اللي انت عملته ده. يوه بابا وماما مشغولين زي كل يوم، انا اروح امدهلهم علشان الاكل. ماما ماما انا جعان، يلا عشان ناكل. روح كل انت، انا مش فاضيه. تاني يا ماما. ماشي. بابا بابا يلا الاكل يا بابا. انت اتعميت؟ انت مش شايفني؟ انا مشغول، يلا امشي من قدامي، انا مش هاكل معاك. ماشي يا بابا. كل الاكل ملهوش طعم من غيرهم، كان نفسي يقعدوا ياكلوا معايا. انا مبسوط قوي، النهارده عيد ميلادي، اكيد بابا وماما محضرين مفاجآت كتير، النهارده هيبقى احلى يوم في حياتي. ماما ماما الله عليك يا ماما، شكل الهدايا كبيره قوي. يلا سلام يا حبيبي، انا لازم اروح الشغل. ايه ده، انت واخده الهديه ورايحه فين؟ استني يا ماما. عايز ايه يا ولد؟ عايز الهديه دي يا ماما. الهديه دي بتاعت عميل عندي في الشغل، جايبها له علشان هيشتري عربيه تمنها غالي جدا، وانا هكسب فلوس كتير جدا. يلا سلام. ايه ده، دي مش فاكره تقريبا عيد ميلادي، هدخل اشوف بابا فاكر ولا لا. بابا مش ناسي حاجة؟ تاني مش قلتلك ما تكلمنيش وانا بتكلم في التليفون؟ يلا بقى سيبني في حالي. كده محدش فاكر عيد ميلادي خالص. مش مهم، انا هطلع وهلبس واروح المدرسة. كان نفسي ماما تيجي توصلني زي الولد ده. ايه ده، مين دول وبيعملوا ايه هنا؟ ايه ده، شايفه لقيت ايه يا حبيبتي؟ ورا يا ماما، شفت انا لقيت ايه؟ احنا كده اتعشينا. انا اروح اشوف بيضحكوا على ايه. ازيكوا؟ خير يا ولد، عايز ايه؟ انتوا شكلكوا فرحانين، ممكن اقعد معاكوا شويه؟ لا انت شكلك غني وممكن هدومك تتبهدل، يلا امشي من هنا. يوم عيد ميلادي بقى اوحش يوم في حياتي، محدش راضي يبقى معايا خالص. ايه ده، عيد ميلادك النهارده، كل سنه وانت طيب. تعالى يا حبيبي خليك معانا، لو ده اللي هيبسطك. بجد ينفع اكون معاكم النهارده؟ ايوه طبعا ينفع، بس قولي انت ليه كنت بتعيط؟ انا عيد ميلادي النهارده وبابا وماما مش فاكرينه، وحاولت اتكلم معاهم الصبح مرضوش يردوا عليا. مش مهم، اكيد مشغولين في حاجه، تعالى هنخليك مبسوط النهارده. يلا حالا بالا بالا، حي ولف وسط، هيكون عيد ميلاد الليله اسعد الاعياد، فليحيا ولف وسط. هي ايه ده، انتوا جايبيننا هنا ليه؟ ده احسن واحد بيعمل هوت دوج. الله، انا بحب الهوت دوج قوي، بس انتوا مش معاكوا فلوس. ما تقلقش، انا كان معايا فلوس احتياطي عينها للزنقه، بس النهارده احنا قررنا هنفرحك فهنصرفها كلها عليك. لو سمحت هات بالفلوس دي سندوتش او اتنين. الفلوس دي ما تكفيش الا سندوتش واحد بس. معلش يا حبيبتي، انا كنت عايزه اجيب لك واحد بس الفلوس مش هتكفي. عادي يا ماما، المهم نفرح الولد الزعلان ده. اتفضلوا. الله، الساندوتش طعمه جميل جدا، انا متشكر قوي، انتوا خليتوا اليوم بتاعي جميل، بس انتوا كده مش هتاكلوا. مش مهم، احنا هنعرف نتصرف، المهم ان انت اتبسطت. تعالوا معايا، انا لازم افرحكم زي ما انتوا فرحتوني.
ايه ده؟ البيت الجميل ده؟ ايوه احنا فين؟ الله ده حلو قوي. هو في بيوت كده يا ماما؟ تقريبا يا بنتي، انا اول مره اشوف في حياتي كده. تعالوا معايا هتتبسطوا قوي. ايه ده؟ التلاجة مليانة اكل. تعالي انا هزبطكم النهاردة. كلوا براحتكم واعتبروا نفسكم في بيتكم. شكرا قوي، انت فعلا طلعت طيب جدا. انا بارد ده لو جزء من اللي انتوا عملتوه معايا. انتوا صرفتوا اخر فلوس معاكم علشان تخلوني فرحان في عيد ميلادي، فكان لازم افرحكم انتوا كمان. الله الاكل طعمه حلو قوي. هو البيت ده فيه حمام سباحه؟ ايوه فيه حمام سباحه كبير، تعالوا معايا. ينفع انزل باللبس بتاعي ده؟ ايوه طبعا، يلا بينا ننط. ياي المايه تحفه. ايوه يا ابراهيم، خسائر الشركه بتكتر قوي كده، حاول تتصرف. استنى يا ابراهيم، في حد بيرن عليا. الو مين معايا؟ مدرسة ابني؟ خير في حاجة؟ بتقول ايه؟ ابني مجاش المدرسة النهاردة؟ انا هشوف ليكون في مشكلة ولا حاجة. انا لازم اروح البيت اطمن عليه ليكون حصل حاجة. ايه ده؟ مين دول؟ وقاعدين مع ابني ليه؟ اعرفك يا بابا، دول ناس طيبين جدا اتعرفت عليهم النهاردة. ولد انت جايب شحاتين في البيت؟ يلا اطلعوا برا يا حرامية. ايه ده؟ احنا مش شحاتين ولا حرامية، احنا فقرة بس وما عملناش حاجة غلط، ابنك هو اللي طلب مننا نيجي هنا. انت هتتكلمي معايا ولا ايه؟ بقولكوا اطلعوا برا يا اما هطلب لكم البوليس. لا مفيش داعي، احنا هنمشي. يلا يا بنتي نمشي من البيت ده. ليه يا بابا بتعمل كده؟ هم ما عملوش حاجة. حسابك معايا هيبقى كبير قوي. ليه قلقتني وخليتني اسيب الشغل وبتقولي الولد تايه وطلع في البيت اهو؟ ابنك يا هاني ما راحش المدرسة النهاردة، ولما رجعت البيت لقيته قاعد مع ناس شحاتين ومتضايق ان انا مشيتهم. ايوه فعلا، انا شفت اتنين شحاتين خارجين من البيت. انت اتجننت يا ولد؟ ازاي تدخل اتنين زي دول هنا؟ علشان النهاردة عيد ميلادي وانتوا الاتنين مش فاكرين، والناس دي هي اللي خلتني مبسوط النهاردة، فكنت بحاول ابسطهم بأي حاجة. يا نهار ابيض، النهاردة عيد ميلادك؟ انا فعلا نسيت خالص. وانا كمان نسيت. بس ما تقلقش يا حبيبي، ساعة بالظبط هنخليلك البيت ده جميل وهنعملك عيد ميلاد. رأيك يا حبيبي في تجهيزات عيد الميلاد؟ الله انا مبسوط قوي، شكله هيبقى عيد ميلاد جميل. استنوا في تليفون جاي لي من الشغل. ايوه يا ابراهيم. بتقول ايه؟ المخزن اتحرق؟ انا جاي لك حالا. في ايه؟ ايه اللي حصل؟ يلا تعالي معايا، مخزن لعب الاطفال ولع، تعالي نشوف في ايه. يا جماعه طب وعيد الميلاد؟ يا بابا يا ماما، دول فعلا مشيوا وسابوني لتاني مرة. مالك في ايه بتعيط لي تاني؟ بابا وماما مش بيحبوني، بعد ما عرفوا ان عيد ميلادي النهاردة برضو جالهم شغل وسابوني. صدقني واضح ان باباك ومامتك بيشتغلوا كتير علشان يوفروا لك الحياة الكويسة اللي انت عايش فيها. انا مش عايز فلوس، انا عايزهم هما. انت شكلك شاكك ان هما بيحبوك. ايه رأيك اثبت لك ان هما بيحبوك جدا؟ هتعملي ايه يعني؟ استنى هقولك.
الله دي فكرة حلوة قوي، يلا بينا نعملها. الحمد لله، ما تزعلش نفسك، الخسائر ما طلعتش كبيرة قوي. انا زعلان بس عشان نسينا العيد ميلاد بتاع ابننا كريم، لكن ان شاء الله نعوض الخسائر بتاعتنا. استني، في رقم غريب بيكلمني. الو، مين معايا؟ احنا خطفنا ابنك كريم. كريم ابني معاكو؟ طب عايزين ايه؟ عايزين منك 1,000,000 جنيه علشان تشوف ابنك تاني. هبعتلك المكان بتاعنا، تجيلنا حالا. حاضر حاضر، هجيبلك الفلوس، بس بتعملوش حاجة في كريم. في ايه كريم، ماله؟ ابننا اتخطف والحرامية طالبين 1,000,000 جنيه. يلا نطلع نجيبه من الخزنة بسرعة ونروح ننقذ ابننا. ايوة يلا بسرعة. يلا هات كل الفلوس. خدوا الفلوس بتاعتكم وهاتوا ابني ارجوكم. انا عندي سؤال ليكم، انتوا بتحبوا ابنكم ولا لا؟ ايوه بنحبه طبعا، ده اغلى حاجه في حياتنا، ارجوك رجعهولي. بابا ماما، ابني حبيبي، انت ازاي فرحانه وبتضحك كده؟ انا كنت بس عايزه اعرف انتوا بتحبوني ولا لا، وطلعتوا بتحبوني. طبعا بنحبك يا حبيبي، واحنا اسفين ان احنا نسينا عيد ميلادك. انا مش عايز فلوس، انا عايز كنتوا جنبي. نوعدك يا حبيبي هيبقى فيه دايما وقت ليك بعد كده. صدقني هنفضي وقت كبير ليك بعد كده، ومش هنهتم بالشغل قوي. اتفضلوا دي الفلوس بتاعتكم، احنا كنا عايزين ابنكم يتأكد بس ان انتوا بتحبوه. احنا متشكرين قوي على اللي عملتوه مع ابننا وان انتوا خدتوا بالكم منه. احنا متشكرين قوي، ولو احتاجتم اي حاجة انتوا عارفين عنوان البيت، ياريت تشرفونا.